السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم طريقتي بالكبة، طريقة ناجحة ومضمونة 100%. نبدأ بالمكونات. عندي 6 أكواب من البرول، وعندي نص كوب من النشا، عندي قرص ونص خبز فتتهم ونقعتهم في شوي ماي، وأضيف هنا لتر من الماء الساخن، وأضيف 4 أكواب من السميد الناعم، وأضيف لتر ثاني من الماء الساخن، وأغطي وأخلي لمدة 20 دقيقة. هنا بشرت البصلتين مفروم ناعم، وأضيف البهارات في العجان لمدة 20 دقيقة، وأضيف 3/4 الكوب على العجن. طبعا أنا العجينة عندي هنا كمية كبيرة قسمتها على دفعتين، أضفنا في البداية مع العجينة 2 لتر ماي، طبعا مع العجن أضفت 3/4 الكوب ماي، وأضيفه بالتدريج بالملعقة. هنا أول ما تبدأ عجينة الكبة خلاص ما تلزق في يدكم، على طول نقوم نشكلها بهذه الطريقة. طبعا وقت القلي نصيحة لا تحطوا أكثر من 4 إلى 5 حبات. أول شيء نسخن الزيت، بعدين نخليه نار متوسطة، بعدين ننزل حبات الكبة، وبكذا تعطيكم أفضل نتيجة. وشكرا.